يختلف الكثير من المؤرخين حول حقيقة قصة مولان، يؤكد بعضهم بالبراهين وجودها، فيما يرى البعض الآخر بأنها لا تتعدى كونها أسطورة شعبية. هي فتاة صينية تطوعت في الجيش نيابة عن والدها المسن لتصبح بعد ذلك بطلة قومية، ولتنتحر في الأخير بعد أن حاول الإمبراطور ضمها إلى حريمه. عن المحاربة مولان الصينية صاحبة الشهرة العارمة في الشرق نتحدث، وعنها اليوم سيكون هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة. قبل أن نواصل، ندعوك عزيزي المتابع إلى الاشتراك في قناتنا وإلى تفعيل جرس التعليقات حتى يصلك كل جديد ننشره. تم تقديم مولان في كثير من الأفلام الكرتونية على أنها بطلة لا شبيه لها ومرأة محاربة تحدت كل التقاليد والأعراف لتحمي عائلتها. يقول المؤرخون الداعمون لفكرة وجود هذه الفتاة بأن قصتها وقعت في القرن الخامس ميلادي، وكان ذلك في فترة غزت فيها قبائل الهون العالم القديم، حيث استطاع الهون في تلك الفترة تأسيس إمبراطورية عظيمة نافست في وجودها الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية. ولقد كتب مؤرخ سلالة مينغ زهو جوزهان أن مولان خدمت في عهد الإمبراطور يانغ، والذي حكم من سنة 569 إلى سنة 618. وعندما أدرك الصينيون بأنهم سيواجهون حربا شرسة، جاءت دعوة الإمبراطور للرجال صريحة، حيث تمت دعوة جميع الذكور للانضمام إلى الجيش. كان والد مولان رجلا مسنا، وكان أخوها لا يزال فتى غضا، ولقد كانت العائلة تقطن في شمال الصين. تقول الحكاية بأن مولان جلست تنسج على النول، وكان لا يوجد صوت غير صوت المغزل ثم تنهداتها الحزينة. سألتها أمها: ماذا يزعجك يا مولان؟ فأجابت عندها: لا شيء. سألتها ثانية: من يشغل قلبك؟ فأجابت مولان: لا أحد. عاد صوت المغزل دون التنهدات، ثم قالت مولان: والدي عجوز وضعيف، كيف يقاتل؟ أخي صغير لا يستطيع أن يقاتل، أخاف على والدي، عليه أن يلبي نداء الإمبراطور، لن أدعه يذهب إلى الحرب، سأذهب بدلا منه، سأشتري حصانا وسرجا. وبالفعل اشترت مولان حصانا من السوق الشرقي وسرجا من السوق الغربي ولجاما من السوق الشمالي وصوتا من السوق الجنوبي. وفي فجر اليوم الموالي لبست الدرع وامتطت الحصان وودعت والديها وأخوتها وانضمت إلى الجيش الصيني متظاهرة بأنها رجل. هكذا التحقت مولان بالحرب التي دامت 12 عاما، وتروي القصيدة إثباتها لجدارتها وتفوقها، ذلك أنها كانت قد تعلمت منذ صغرها فنون القتال والمبارزة بالسيف. هنالك من المؤرخين من يرون بأن مولان قد قادت الجيش الصيني بنفسها أيضا. وفي آخر الحرب تفطن الجميع إلى أن ذلك المحارب الشرس ما هو إلا فتاة جميلة تدعى مولان. تم تكريم مولان وحظيت بالكثير من الاحترام من قبل الجميع. وبعد أن انتهت الحرب عادت مولان مجددا إلى كنف عائلتها، إلا أنها صدمت عندما اكتشفت بأن والدها قد توفي وأن والدتها قد تزوجت من جديد. هنالك من يقول بأن قصة هذه الفتاة انتهت عند هذا الحد، حيث قررت الانتحار في تلك الفترة، إلا أن آخرين يرون بأن مولان بعد ذلك قد تلقت أمرا بالانضمام إلى حريم الإمبراطور، الأمر الذي لم تقبله هذه الفتاة المحاربة لتقرر أن تضع حدا لحياتها وتنتحر عندها. حيث يقول مؤرخ سلالة مينغ زهو جوزهان: عندما سمع البلاط الملكي أخيرا عن طبيعة مولان الحقيقية، عرض عليها الإمبراطور يانغ منصبا في الحريم الملكي، إلا أن مولان رفضت قائلة: عبدك المتواضع لا يستحق هذا الشرف. وعندما حاول الإمبراطور أخذها بالقوة وأدركت مولان بأنها لن تستطيع مقاومة مطالبه، قررت إنهاء حياتها. تأثر الإمبراطور يانغ بشدة بمدى ولائها الشديد وعفتها التي قل نظيرها، ولذلك قام بترقيتها بعد وفاتها إلى رتبة جنرال. وجدير بالذكر بأن هذا الإمبراطور كان صاحب سمعة سيئة جدا، وكان فاسدا بشكل لا يصدق، حيث يعتقد بأنه اغتصب آلاف الفتيات العذارى خلال فترة حكمه.
وتقول الحكاية بأنه وبعد وفاته تم نقل قبره عدة مرات بسبب ضربات البرق المتتالية على هذا القبر، ويرجح الكثيرون بأنه سبب انتحار مولان. يرجح أن تكون مولان من نساء شاين باي التي عرف عنهن بأنهن كن نساء محاربات، ولقد عثر علماء الآثار على عدة هياكل عظمية لنساء محاربات يعتقد بأن مولان ربما كانت إحداهن. أعزائي، هذه هي قصة مولان الفتاة المحاربة، نتمنى أن تكون قد أعجبتكم، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.